جيد جدا. ماذا يقول البخاري في جعفر بن محمد الصادق؟ وقعا جعفر بن محمد الصادق مو متدين، ليس صادقا. ليس صادقا. انا فقط اقول كلمه او كلمتين، من هو جعفر بن محمد؟ من هو جعفر بن محمد؟ المشاهد الكريم بيودي انه يصبر معي قليلا. من هو جعفر بن محمد؟ هذا كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي المجلد الاول صفحه 379. قال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي ابو عبد الله احد الائمه الاعلام، بر صادق كبير الشان ايها المسلمون في العالم. التفتوا، لم يحتج به البخاري. لا اله الا الله، لأنه بر تقي علي الشأن. ما لا أعلم واقعا، هذا السؤال لابد أن يسأل البخاري. ليس من أهل البدع هذا، ليس مبتدعا. لا لا، لأنه محب لعلي، لأنه لا. آل البيت. نعم، فهذا ليس مبتدعا. أحسنتم، لابد لا يريده. ينقل عن عمران بن حطان، ما في مشكلة، أما من تصل النوبة إلى من؟ إلى جعفر بن محمد الصادق، ينقل عنه أو لا ينقل؟ لم يحتج به، مع أنه عاش في المدينة سنين. والعجيب أنه من شيوخ تلاميذ ماذا؟ جملة من تلامذة الإمام الصادق من شيوخ من؟ البخاري. من شيوخ البخاري، ولكن لم يخرج له ولا رواية واحدة. هذا أولا، هذا مورد. المورد الثاني ما ورد في كتاب الثقات لابن حبان. المورد الثاني كتاب الثقات لابن حبان المجلد اللي احنا ذكرناه مرارا، المجلد الثالث صفحة 251. يقول جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب قال وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا. من أهل الفضل، نعم، علما وفقها وفضلا. ولكنه انظر، صاحب منهاج السنة مو النبوية وإنما الأموية، صاحب النهج الأموي. انظروا ماذا يقول في نهجه، في منهاج سنته التي هي قائمة على أساس، نعم، على أساس النهج الأموي. أحسنت. في المجلد منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع صفحة 383، والطبعة لثمان مجلدات المجلد السابع صفحة 534. يقول وقد استراب البخاري في بعض حديثه، كانت في نفسه ريبة من الصادق. قد يكذب، بالي، قد يضع الأحاديث، بالي. أما عمران بن حطان فهو موثق، لا صادق اللهجة متدين. هاي القاعدة، هاي القاعدة، والآن تجدون نفس هذه القاعدة مطبقة، وسأقرأ لكم. وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطاني فيه كلا عن سعيد بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام. في من اكو كلام؟ في الصادق. إيه؟ محل تأمل، يعتمد عليه او لا يعتمد عليه، يحتج به او لا يحتج به. اما عمران فقد ثبت صدقه، اما انه لا، ذاك لتدينه واشتهر صدقه، فلا يستراب في امره. هسه احنا من نقول بانه البخاري اموي، بعض يقول سيدنا لماذا هذه التهم؟ يا اخي هذا مثاله، جعفر بن محمد الصادق فيه ماذا؟ إمام الأئمة، فيه كلام. لا افترضوا أحد الأئمة، بس لا نريد إمام الأئمة، لا نريد أحد، ماذا؟ أحد الأئمة، فيه كلام فلم يخرج له.
أما عمران بن يريد أن حطان نقي كتابه من بلي بلي الكذابين. بلي من أولئك الذين فيهم ماذا؟ كلام. فيهم كلام بلي. أما عمران بن حطان لا يوجد فيه كلام. لا بد أن